إذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فإن أفضل أعمال العباد في هذه الأيام المباركة هي الحج إلى بيت الله الحرام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لكم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إن الله عز وجل في هذه الأيام فرض الحج، فكان الحج بهذا الفرض من الله عز وجل أفضل الأعمال على الإطلاق. ولكن الحج من الناس من يستطيعه فيذهب، ومن الناس من لا يستطيع، ومن الناس من ذهب فسقط عنه الواجب وما عاد عليه الحج واجبا فلم يذهب. فالناس أصناف، إذن صنف ذهب وصنف بقي، ولكن الجميع ينبغي أن يتماهى مع هذه العبادة ويعيش هذا الواجب الذي فرض الله عز وجل على العباد في هذه الأيام المباركات. الله أكبر. عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا بالصحة والهنا وباش ما تمنيتوا إن شاء الله. وبالمناسبة ديال عيد الأضحى كما جرت العادة، حنا الساكنة هنا ديال جماعة جوامعة، من بعد صلاة العيد إن شاء الله كنتغافروا مع بعضيتنا وكنمشيو للمنازل ديالنا وكنأديو الأضحية ديال العيد مع أفراد العائلة والأسرة ونباركوا الناس والعائلة والأحباب. وكما جرت العادة والتقاليد في جميع المدن والقرى المغربية. وبهذه المناسبة ما نفوتش نترحموا على الشهداء ديالنا والآباء ديالنا والأجداد ديالنا حتى هما، وخصوصا شهداء ديالنا في فلسطين وقطاع غزة. وفيما يخص الأضحية، فيما يخص الطقوس والتقاليد ديالنا، احنا كما تورطنا عن الأجداد ديالنا، نهار الأول كما كتعرفوا كنعملوا الأضحية، كنعملوا الشواء، كنعملوا فيما يخص النهار الأولي. فيما يخص النهار الثاني كنعملوا كما جرت التقاليد، كنشويو الراس والكسكس بالراس مشوي دواره وكما جرت العاده والتقاليد. وشكرا، اعيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. اكبر ولله الحمد. بسم الله.